بالنسبه للاقرار زي ما خالد بيه تفضل وقال، احنا طبعا يعني المنظومه الضريبيه قايمه على ثلاثه اضلاع، مثلث منها التشريعات الضريبيه، الاداره الضريبيه، الممولين والمحاسبين. تمام. زي ما تفضل خالد بيه وقال، انا اشركت المجتمع الضريبي، انا عايز اطلع منظومه، انا منفذ ومن يطبق؟ المحاسب والممول. صح. بالتالي تم اشراك الجمعيات المحاسبيه، رجال الاعمال، اتحاد الصناعات، الغرف التجاريه، تم اجراء حوارات علميه حول تبسيط الاقرار الضريبي. فعلا تم تبسيط الاقرار الضريبي، اقرار واحد بس يتمثل في جميع انشطه الممول. يتمثل في المرتبات وما في حكمها، بيتمثل في النشاط التجاري والصناعي، بيتمثل في النشاط غير التجاري، بيتمثل في الثروه العقاريه، بيتمثل في التوزيعات، بيتمثل في الارباح الراسماليه. ممتاز. بعد ان كان هذه الاقرارات عددهم سبعه. طيب في حاجه تانية عشان اقفل فيها الملف ده قبل الفاصل، كان الاستاذ عبد المنعم مطر رئيس المصلحه قال لي كمان انه نظرا للاوضاع الحاليه هيبقى في نوع من انواع مش عارف هسميها التفاهم، بحيث انه في حاجات بتجدول وفي حاجات بتقسط وفي حاجات بيتم يعني تاجيلها. هل ده تم مراعاته؟ هو تم مراعاته، كل ده يعني كل ده مراعاه، لان انا عندي مواد القانون بتقول كده، اذا كان الممول عليه مديونيه انا من حقي ان انا اقسطها له على عدد سنوات المحاسبه. يعني لو الممول عليه مديونيه، على المديونيه بقسطها له على عدد سنوات المحاسبه. يعني اذا الممول مثلا سي عليه 20,000 جنيه على خمس سنين، فالخمس سنين فيهم 60 شهر. مظبوط. فانا بقسم ال 20,000 جنيه على 60 شهر واخد منه وسط كل شهر. ده انا بسطله، فده متبع. متبع ده مش متبع، ده القانون اداله الحق ان هو يقسط ضريبته. فانا قصدي انتوا بتتبعوه وبتستخدموا الاليه دي. طبعا انا ما اقدرش اجبر المول على سداد الضريبه بالكامل، انا القانون بيقول لي شوف هو هيدفع كام وبيعمل طلب تقسيط وبتفاهم معاه انت هتقدر تسدد فلوس كذا شهريا، انما بس هي في غرامه تاخير على المبلغ المتبقي. لان هو القانون بيراعي، القانون بيراعي في مبدا اسمه مبدا العداله الاجتماعيه. أيه. او مبدا الشخصنه او مبدا المقدره على السداد. الممول يقدر يسدد. ما انا النهارده انا لو جيت طالبته بالضريبه مره واحده، اذا انا هاخد راس المال قد ايه؟ العامل في المنشأة. صح. إذن صح، هوقف له المنشأة. إذا مش يبقى أنا كده يعني قطعت الوردة اللي أنا بشمها كل يوم. صح. فلازم إن أنا أسيب الوردة ديت وأنميها من خلال إن أنا ده بالتفاوض مع الممول. بالتفاوض مع القانون، يسمح القانون اللي إداله الحق. إداله الحق. مش وأنا راجل منفذ للقانون. تمام. فأنا بنفذ القانون بروح القانون. ممتاز.